تسعى تركيا دائما على التعاون مع البلاد في القطاعات ذات الأولوية، وخاصة تطوير المشاريع التنموية. لذا جاءت هذه الاتفاقية الموقعة بين وزير الاقتصاد والتخطيط التنموي وأعضاء كونفدرالية رجال الأعمال الأتراك حول المشاريع التنموية المتمثلة في الزراعة والثروة الحيوانية والبنية التحتية. وقد وقع من الجانبين التشادي وزير الاقتصاد والتخطيط التنموي إيس دوبرانج والتركي رئيسة كونفدرالية رجال الأعمال التركي نيزاكيت إيمين. عقب التوقيت تحدثت رئيسة الوفد التركي عن أهمية هذه الاتفاقية الموقعة بين الجانبين التشادي والتركي، وأضافت بأن الدولة التركية تلعب دورا هاما في المجالات الاقتصادية مع مختلف الدول. وبما أن تشاد وتركيا تربطهما علاقات قوية ومتينة، فإن هذه الاتفاقية تعتبر ثمرة جهود رؤساء البلدين. بدوره وزير الاقتصاد والتخطيط التنموي أشار في حديثه عن الهدف الأساسي لهذه الاتفاقية. واليوم بعد ديسكشن مع عندنا سين ميموراندوم عن البارتنريا مع انفستور ترك دول وانفستمون هذا يعني في الدومين عن البهايم عن الزراعة عن الكونستركشن عن الدريب عن الايروبور وعن حجينا في الفورماسيون عن التشاديين كل فوق. دونك بارتنريا entre بين التشاد مع تركيا تطول بارتناريا تطول بارتناريا قوي، لكن اليوم بانفستيسمون هسا جاي جوجلنا دا بارتناريا قبطان عادي اللي فوت اول. والجدير بالإشارة أن هذه الاتفاقية جاءت نتيجة لزيارات الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والرئيس التشادي إدريس ديبي إتنو، وأن هذه الاتفاقية ترمي إلى ترقية دولة تشاد اقتصادياً.